بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا سمعنا عن المنطقة 51 الموجودة في أمريكا، لكن لا أحد يعلم على وجه الدقة حقيقة هذه المنطقة وماذا يجري فيها، وما إذا كانت فعلا لها علاقة بالفضائيين كما يشاع بين الناس. واليوم أود أن أحدثكم عن بعض الجوانب الخفية والغامضة لتلك المنطقة، وعن أخطر تجربة سرية حدثت فيها، وهي تجربة مشروع أبيجيل التي تم التكتم عليها بشدة. دعونا نتعرف أولا على المنطقة 51، وهو الاسم المستعار للقاعدة العسكرية الموجودة في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا، وتقع تلك القاعدة في وسط الولاية على الشاطئ الجنوبي من بحيرة جروم. هناك يوجد مطار عسكري ضخم وسري. الهدف الأساسي لبناء هذه القاعدة هو تطوير واختبار الطائرات التجريبية ونظم الأسلحة، وكانت أول تجربة حدثت في هذه المنطقة عام 1941. المنطقة ذات مستوى أمني عالي جدا، لدرجة أنه حتى الرتب العليا للقوات المسلحة غير مسموح لها بالدخول، ويطلق على المنطقة المحيطة اسم بحيرة جروم، وهي بحيرة ملحية جافة تستخدم لإجراء تجارب، ويطلق على حراس المنطقة اسم الكامو. يقومون بمسح المنطقة بدوريات مستمرة، وإذا رصدوا أشياء غير اعتيادية لن يترددوا في إطلاق النار عليها، حيث هناك مستشعرات للحركة يمكنها حتى التعرف على رائحة العرق البشري، ويمكن رصدها من على بعد 20 كيلو مترا من القاعدة. بالرغم من كثرة الكلام والشائعات عن المنطقة، فإن الولايات المتحدة ظلت لعشرات السنين تنفي وجود هذه المنطقة، ولعل هذا التكتم والسرية الشديدة هي التي دفعت الناس للاعتقاد بأن شيئا ما سر وخطير يجري في هذه القاعدة، لدرجة أنه حتى رؤساء أمريكا لا يجرؤون على التكلم عنها. من المعروف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو الوحيد من بين جميع الرؤساء الأمريكيين الذي ذكر المنطقة بالاسم، حيث قال مرة في إحدى المناظرات الأمريكية قبل فوزه بالانتخابات بأن أول شيء أود معرفته عند دخول البيت الأبيض هو سر المنطقة 51. لكن عند وصوله للبيت الأبيض تغير موقفه تماماً، حيث رفض الإفصاح في أكثر من حوار صحفي عن سر المنطقة 51، ورد بالضحك فقط عند سؤاله هل المنطقة الموجودة في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا وهل يوجد فيها كائنات فضائية أم لا؟ قبل عشرات السنين كانت هناك امرأة شابة قررت التطوع لأول تجربة تحدث في المنطقة 51، وقد تعرضت لأسوأ أنواع الاختبارات من حقن بمواد غريبة وتبديل في أجزاء جسمها، مما أدى إلى تشوهها كليا. هذه المرأة الجميلة كانت تدعى أبيجيل، وهي ابنة أحد أكبر العلماء العاملين في المنطقة ويدعى الرائد ألبرت ويسكر. خلال الحرب العالمية الثانية ظنت أمريكا أن إنجازات وانتصارات هتلر العسكرية كانت نتيجة تجارب علمية سرية ورائدة لصنع أقوى جيش في العالم، لهذا قرر المسؤولون الأمريكيون بناء مختبرات علمية ضخمة وسرية في محاولة لتطوير سلالة من البشر الخارقين ستمثل الجيش المستقبلي لأمريكا. هذه الفكرة الغريبة تشبه فكرة فيلم كابتن أمريكا الشهير، لكن العلماء لم يجدوا شخصا يتطوع بجسده ليكون محل التجارب الأولى، مما دفع الرائد ألبرت إلى عرض ابنته عليهم لإجراء الاختبار، وذلك بإلحاح من الابنة نفسها، والتي كانت فتاة متميزة جامعيا وكانت متطفلة دائما ما تحاول معرفة أسرار عمل والدها. وقد آمن الاثنان أي الوالد والابنة بأن نجاح التجربة مضمون، لكنهما للأسف كان على خطأ، حيث لم يتم الاستعداد للتجربة لفترة طويلة، ولم يكن هناك أي احتياطات في حال أن تكون الجرعات مبالغ فيها. العديد من العلماء نصحوا ألبرت بإيقاف التجربة، خصوصا بعد ظهور العديد من التشوهات في جسد ابنته، حيث بدأ وجهها بالتغيير ونمت أسنانها بشكل مخيف جدا، وتغير لون بشرتها إلى لون شاحب جدا،
ثم بدأت التجاعيد تظهر في كل جسمها، ثم تحول لون شعرها إلى الرمادي وبدأ بالتساقط بشكل تدريجي. لقد حاول العديد من الزملاء أن يقنعوا ألبرت بعدم إكمال التجربة، خصوصا وأنها ابنته الوحيدة، لكنه أصر على استكمال التجربة طالما أن ابنته ستموت بطريقة أو بأخرى إذا تركت على هذا الوضع. حتى ابنته أصرت على استكمال التجربة، وأن الأمل الوحيد في نجاتها هو نجاح هذه التجربة. بعد العديد من المفاوضات أقنع ألبرت الإدارة بعدم إغلاق المشروع، واستمروا في إجراء التجارب على ابنته لسنوات عديدة. وبحسب بعض المعلومات التي تم تداولها من قبل الصحافة والتي مصدرها هو بعض العاملين في المنطقة، فقد قالوا أن كمية الطعام التي يتم إعدادها وإدخالها إلى زنزانة الفتاة ضخمة وأكبر بكثير من أن يتناولها شخص واحد. وقال البعض أن ألبرت قضى ساعات عديدة داخل الزنزانة يتحدث مع ابنته، ثم بكى كثيرا بعد ذلك. وادعى كثيرون أن الفتاة أصبحت مجنونة أثناء التجارب وتحولت إلى مخلوق عجيب، حيث بلغت طولها 3 أمتار وتطورت عظامها وفقدت كل صفاتها البشرية. أصبحت الفتاة وكأنها وحش، ومع ذلك لم يستسلم ألبرت وكان يقول بأن التجربة ستنجح. وبرغم كل الضغوطات التي وجدها ألبرت من زملائه والإدارة، كان مستمر في التجربة، لكن رفض الجيش الأمريكي إنفاق المزيد من المال على تجربة كانت من الممكن أن تنتهي بالحصول على رجل مثل سوبرمان، ولكنها انتهت بالعكس تماما. انتهت بالحصول على وحش لديه غرائز بدون القدرة على التفكير، ولذلك تم إنهاء التجربة. بعد 4 سنوات انتحر ألبرت، لكنه كتب وصية طالب فيها الجيش بعدم قتل ابنته، وهي الوصية التي احترمتها قيادة الجيش. وبسبب مشاكل التمويل تم تقليل إجراءات الأمن في المختبر، وهو ما ساعد الفتاة على الهرب بعد قتلها 2 من الحراس. ولم يجد حراس المنطقة طريقة أخرى لإيقافها غير إطلاق النار، ولكن بعض الشهود من الجنود يقولون أن الرصاص لم يصبها بأذى كبير، لذلك قرر الجيش الأمريكي أن يخلي المنطقة التي يتواجد بها هذا المخلوق الأكثر وحشية في العالم. ورغم مرور 70 سنة على انتهاء المشروع، إلا أن حراس المنطقة ما زالوا إلى يومنا هذا يقولون أنهم يسمعون صراخ أبيجيل في الليل، وهذا الكلام قيل على لسان أحد الموظفين المفصولين من المنطقة، وهو طبيب من الذين عملوا على المشروع، ولم يسمح له بالاطلاع على المزيد وتم إيقافه عن العمل ووضعوه في مستشفى الأمراض العقلية. ومن هناك قام بتسريب المعلومات عن المشروع، لكن طبعا لا أحد صدقه فهو مجنون. وخلال السنتين التي بقاها في هذه المستشفى كان يقول أيضا أنه هناك حادثة سرية متعلقة بالمنطقة 51، وهي أنه تم استجواب كائن فضائي، وتم تسريب فيديو لحظة الاستجواب عن طريق شخص يدعى فيكتور، وظهر هذا الفيلم أول مرة في 13 من مارس 1997 في أحد البرامج على الهواء مباشرة. بحسب الحكومة الأمريكية فإن كل ما يثار حول المنطقة 51 هو مجرد إشاعات وخرافات، لا بل أن الحكومة رفضت لعشرات السنين الاعتراف بوجود هذه المنطقة أصلا، ولم يتم الاعتراف بوجودها علنا إلا في عام 2013 بعد أن اضطرت المخابرات المركزية الأمريكية إلى الاعتراف بوجودها بسبب إقرار قانون حرية المعلومات من قبل الكونغرس. لكن بقى ما يجري ويدور في هذه المنطقة سرا مغلقا إلى يومنا هذا، ويمنع منعا باتا وصول الصحفيين والإعلاميين إلى القاعدة. طبعا لا أحد يصدق أن هذه المنطقة مجرد قاعدة جوية عادية، فأفعال وأقوال الحكومة الأمريكية تناقض هذا الإدعاء. في سبتمبر 2019 ظهرت دعوة مجهولة على الفيسبوك دعت الناس إلى التجمع والسير نحو القاعدة واقتحامها لكشف أسرارها، وقد استجاب ملايين الأمريكان لهذه الدعوة.
قائلين بأن الحكومة لن تستطيع إيقافهم ومنعهم جميعا. لكن المتحدثة باسم الجيش صرحت بأن أي شخص يحاول الاقتراب من القاعدة فسوف يعرض نفسه لموت محقق، وهو تهديد غريب ومتطرف جدا في دولة تتبجح دوما بأن مواطنيها يمتلكون حقوق وحريات لا يمتلكها المواطنون في معظم دول العالم الأخرى. وهنا يثور السؤال، إذا كانت هذه المنطقة عادية وليس فيها شيء غريب، مجرد قاعدة للجيش، فلماذا هذا التكتم الشديد عليها؟ ولماذا يتم تهديد كل من يقترب منها بالقتل؟ هل تمتلك جوابا عزيزي المستمع؟ شكرا أصدقائي على متابعة الفيديو للنهاية، وأتمنى من حضراتكم لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.